وللمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفيا اللواء محمد زكي الالفي المستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه. سيد اللواء، يعني الحكومه الجديده بتاتي في وقت بتشهد في المنطقه ازمات متلاحقه، بدايه من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، وايضا مخاوف من اتساع رقعه الصراع وحمايه الامن القومي العربي بشكل عام. كيف ترى دور الحكومه في اطار محددات الامن القومي؟ أولا مساء الخير على سيدي الصحراء وعلى السادة المستمعين. بداية نتمنى الجميع التوفيق والنجاح للحكومة الجديدة لتحقيق الصالح العام للوطن والمنطقة العربية بصفة عامة، في ظل ظروف قاسية وصعبة لم تمر بها المنطقة ولم تمر بها مصر من قبل على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. فمن في إطار محددات اللي سيادتك كنت لسه بتعرضوها دلوقتي، فتأتي التحديات والمخاطر الإقليمية وأخطرها موضوع غزة وحرب غزة والعملية الإبادة ومحاولات التهجير للفلسطينيين، وطبعا والدور العظيم الذي قامت به مصر والواضح وضوح يعني لا يحتمل أي شك، وكان يذاع على الهواء مباشرة من السيد الرئيس وفي كافة لقاءاته مع جميع القيادات السياسية التي تقدم الدعم والعون لإسرائيل، بأن الموقف مصر واضح، لأن عملية التهجير بتعتبر عملية قضاء على القضية الفلسطينية. فده أحد المحددات الرئيسية التي ستواجهها الحكومة. من ضمن المحددات الأخرى كل ما يختص ببناء الإنسان المصري الحقيقة في كافة المجالات الاجتماعية بما تشمله من صحة وتعليم ورياضة وكل ودينيا حتى وكل ما يتعلق بذلك. هذا برضه موضوع هام جدا مع تطوير الخطاب الديني زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي وعرضتي، لان كل هذه الحقيقه الاشياء تعتبر محددات وقواعد ستلتزم بها واطار واضح جدا لعمل السياسات المنتظره التي يمكن ان تقدمها هذه الحكومه. بياتي ايضا على راس قائمه الاولويات الاستمرار في تطوير جهود المشاركه السياسيه، وخاصة بالنسبة لأبنائنا من الشباب والأحزاب السياسية، وأن تقوم بدورها بالإضافة إلى يعني نقول المجلسي أو الشعب والشورى والشيوخ ذات النواب والشيوخ. بذلك في هذه الفترة وما يمكن أن يقدمه من دعم وما يمكن أن يقدمه من متابعة دقيقة للحكومة. مواصلة جهود ترسيخ الأمن طبعا والاستقرار، ويأتي على رأسها مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ودي نقطة مهمة جدا، لأن الاستقرار والأمن هما أساس التنمية وهما الذين سيجرون أو يعني القاطرة الرئيسية لعملية التنمية والتنمية الشاملة التي نتمناها لمصر. نعم ست اللواء، يعني دوليا أيضا هناك أزمات وحروب كما ذكرنا، وحروب يعني عالمية، إلى أي مدى يمكن للحكومة الجديدة معالجة تأثيرات تلك الحروب وتبعاتها على الدولة المصرية؟ نحن نتأثر، يعني نحن من أكثر الدول تأثرا بهذه الحروب. لنا ما يحدث في قناة السويس وتأثرها، ما يحدث في البحر المتوسط وتأثر الحرب الأوكرانية الروسية وتداعياتها على مصر واقتصاديا وسياسيا. الحقيقه كل هذه الاعمال كلها بتصب في النهايه في امام الحكومه، وهي بالتاكيد سيكون لها توجهات سياسيه خارجيه يمكن ان تتعامل مع مثل هذه يعني نوع التحديات، بل ويمكن اكثر من يعني من التحديات زي ما حضرتك قلت كده، التبعات ويعني والمردودات بتاعتها. فبالتالي بتحتاج يعني رؤيه سياسيه مسبقه مع وضع اهداف استراتيجيه على مستوى الدوله لمواجهتها مستقبلا، وانا بعتقد ان هناك الان نظره، ويمكن حتى الجزئيه الخاصه اللي حضراتكم عرضتوها دلوقتي الخاصه بامن الطاقه والكهرباء وانقطاع التيار كاحد الاسباب التي انعكست عن ذلك الى ارتفاع اسعار مواد الطاقه، وبالتالي يعني اكيد هيبقى لهم نظره وتكوين احتياطيات استراتيجيه لمواجهه مثل هذه التحديات التي تنتظرهم. اللواء محمد زكي الالفي المستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.